الجمال بصفة عامة، المحلات اللي كتبيع المواد ديال التجميل اللي كتكون شبه طبية حتى هي مليئة، ولكن المطابخ ديالنا فيها كنوز للعناية بالبشرة. يعني الأشياء البسيطة اللي كنستعملوا يوميا في المطبخ ديالنا ممكن تكون يعني المواد الأساسية لصنع بعض الوصفات الفعالة والجيدة للبشرة ديالنا، بعيدة على الحساسية، بعيدة على المواد الحافظة اللي كتكون مضافة للمواد الكيماوية ولا المواد المحضرة في المعامل. معنا السيدة ملكة مناصف، خبيرة التجميل مدينة الرباط. غنتحدثوا شيئا ما على كنوز المطابخ ديالنا وكيفاش نستعملوها في الوصفات نتاع التجميل، وبالخصوص نتحدثوا هذا الاسبوع على البشره. سيده ماريكا صباح الخير، مرحبا بك معنا، واسبوع موفق ان شاء الله. شكرا، صباح الخير لكم والطاقم والجميع المستمعات والمستمعين. تفضلي ماريكا. عندك الحق اخت جليله على هذه الكلمه، لان عندنا في المطبخ ديالنا كنوز ومواد اللي يعني ممكن نستغناو من على هذا، على خصوصا نقصد الناس اللي ماشي استطاعتهم ياخذوا دوك الكريمات والاثمنه الغاليه ولا في استطاعتهم يوصلوا للصيدليات ولا يوصلوا للاسواق. انا هذا هو الهدف ديالي. نعم، يعني كاينين الناس اللي في قرى بعيده، نعم، ديانا ومداويه وما عندهمش الاطباء حداهم، يعني بزاف راهم كثار، وتنبغي كل شيء يكون عنده واحد الاشره مزيانه ولو في المدينه او يكونوا الصيدليات. هاد المواد كاين مواد اللي كانت عندها واحد المفعول ماجيك، يعني سحري بلا تاثيرات جانبيه مواد الصيدليه. نعم، فلهذا وغادي نهضروا على هذه المواد، نحضروا ماده بماده. اليوم غادي نهضروا على ملك هذه المواد كلها وهو الحامض. الحامض الموجود في كل بيت تقريبا، او حتى الا ما كانش موجود سهل الاقتناء ديالو ورخيص. الحامض هو الفاكهه اللي الثمينه والغنيه بفيتامين سي والاملاح المعدنيه، واللي تتحتوي على عده فوائد الموجوده في كل اللي موجوده فيه. تنحتاج الحامض في الاكل، في الوصفات التجميليه، في للجسم كله ماشي غير الوجه، وفي بعض الاشغال المنزليه، يعني في عده مسائل يمكننا نخدموا الحامض. اليوم تنثير الانتباه للجانب ديال الجسم التجميلي اللي تيهمنا حنايا، خصوصا البشره الدهنيه اللي سنقصد به. البشره الدهنيه هي اللي تحتاج له بزاف. هي تتعاني من بزاف ديال المشاكل بحال الحبوب، النقط السوداء، الافرازات ديال هذيك الماده الدهنيه، المسام الواسعه، البشره كتكون حرشه من كثره النقط السوداء اللي كتكون تخرج فيها، تتخليها كلها حرشه، تكون اللون شاحب. هذا الحامض تساعد على إزالة هذا الشيء كله، هذه النقط السوداء الصغيرة، تيرطب البشرة بواحد الطريقة باهظة، لأنه تحيد هذاك النقط السوداء الرقيقة بعد أولا، والأثر ديالها والحبوب كذلك، والأثر ديالو ماشي تحيد غير الحبوب فقط، تحيد الأثر، وهذا من بعد مدة ديال الاستعمال. والحبوب ما تيبقاش يبقى يخرج بهذيك الحدة، وما تتبقاش لانفيكسيون، يعني تعفن، ما تيعملش واحد، ما تيقيحش، ما تيقيحش. حتى الا كانت شي حبوبه كتموت في الاصل ديالها وهي صغيره، ما كتبقاش حتى تثقب الوجه، تتكبر بزاف. بالنسبه لهذه البشره هذه اللي فيها الحبوب، الناس او البنات خصوصا في العمر ديال 16 عام او 15 تكون عندهم هذه الحبوب في سن البلوغ، لما يكون هذا الحبوب في الوجه، إذا هو خصمت الوجه أو الظهر، كيكون حتى في الظهر والحامض كيصلح لهم بجوج، يمكننا ندوزو على وجهنا كما تندوزو على ظهرنا كذلك. تنصحهم باش يقبطوا طرف الحامض فقط، غير طرف، يدوزوه على وجههم في الليل، نغسل وجهنا، يغسلوا وجههم قبل من إذا كانت شي مادة دهنية فيه، تيغسلوه إلا عندهم شي صابون خاص، أو لا يغسلوه بواحد باش ما يبقاش دهني. تيدوزوا هذيك الطريف ديال الحامض على البشرة،
وتيخليوها تيباتوا بهذاك، خصوصا مثلا هضر مع البشره الدهنيه اللي ميدومه بزاف اللي دغيا دغيا كتهضرش معاهم دابا، ماشي هذا هو الطريقه ديالهم. البشره الدهنيه هي اللي خصها تدوز واحد الطرف ديال الحمض وتخليه ينشف يتنعس به البنت حتى الصباح. علاش؟ لان اولا تيحيد التخمرات وتيحيد ذاك الانفكسيون تيقتلها وتيرطب البشره وغادي يسد لها المسام ديال البشره اللي كيكونوا متقبين كلهم، لان داك الجميع في الليل كله داك البشره كتحس بها يابسه ومشدودين المسام، كيتساعد على سد المسام كل يومين ديال نهار يا نهار لا. نعم ملكه، هو شويه كيشوط في الوجه عادي لانه حامض. نعم فيه الاسيد، ولكن ماشي تيحرق الوجه او تيحمرو، لا ما عمرو ابدا ما عمرو ما تيحرق الوجه. بس ما نهضرش على البشره الحساسه او البشره الناشفه، لا هو ملي كيتطلع ما تيدير لها حتى حاجه، تيتطلع شويه كيدير كيشوط شويه وتيمشي داك الحراره. نعم علاش تيشوط؟ لما تكون السيده حكه وجهها او لا دايره له شي بيلينغ ولا شي حاجه، ما تستعملش الحامض ديك الساعه، او لا جايه من الحمام. نعم ما يستعملوش الحامض، خاص البشره تكون عاديه في وسط الاسبوع، يعني لا عندها شي نهار فاش تحك وجهها ما ديرلوش الحامض. نعم تتكون البشره عريانه وتتكون حساسه ما ديرلوش، فلهذا تيحرق لانه حامض. كاين دابا الكريمات تيتباعوا ديال لاسيد دو فخوي، يعني فيهم الحموضه ديال الفواكه، تيحرق حتى هو. لما تنحطوا الكريمه على الوجه تقول لك السيده تيحرقني، علاش؟ لانه حامض. نعم فقط، ماشي تيحرق حيت غادي يدير واحد الالرجي او حيت غادي تيعمل او حيت ماشي ما جاش معاها، لا فقط لانه حامض. والحامض نحطو على الحمامه بعض المرات لما تكوني جيتي من الحمام غير شي بليصه تشوفي كيفاش تيحرق. نعم. وحطيه في وسط الاسبوع ولا شي حاجه ما كتشعريش به. نعم اكيد يعملوا الناس تجربه. فتتخليه على الوجه الصباح كتوصل وجهها عادي تتلقى وجهها رطب، تحيدوا منه دوك الحروشيه، تحيدوا منه القشور، المسام شويه تتسد، الحبوب تيبس في يوم على يوم، ما تيبقاش داك الحبوب. نعم اللي مقيح. وتتحط كريمه في الصباح ضروري تحط كريم ديالها، او كما قلت دهنوا بشي شويه ديال شي زيت او شي حاجه، شي ماده مرطبه اللي ما يبقاش وجه هذا، وفي الليل تعاود نفس المشكل، او لا نهار ياه نهار لا. نعم غير تفتح حامض قليله جدا غادي تشوف النتيجه من بعد ثلاث ايام تيبان ان الحبوب بدا تيبس. نعم تيبس تيبس النتيجه راه الناس تيشوفها. من بعد اربعه ديال الاستعمالات كتبان واحد النتيجه مزيانه، تنبداو نخلطوه كيعصروا شويه الحامض مع الطين الاخضر ولا الطين الابيض. السيدات اللي برا او اللي بعاد ولا شي حاجه عندهم الغسول مثلا تيخلطوه، تيديروا شويه الغسول، تيديروا معلقه صغيره ديال زيت الزيتون، صغيرة المعلقة ديال زيت الزيتون وشوية الغسول المرطب والحامض، ويعملوه ماسك جوج أو ثلاثة المرات في الأسبوع. تنهضر مع البشرة اللي فيها الحبوب. نعم. فعدة مرات عدة أسابيع تيبقى الوجه تيبس داك الحبوب وتترجع البشرة مزيانة. نعم. أما البشرة اللي ناشفة أنا نجي لها، فهي سميتو تتحيد يحيد لها الحامض التجاعيد. يمكن لهم تحيد هذاك اللون كذلك، تعطي واحد اللون مزيان للوجه، وتيخلي البشره تكون رطبه ومستعده باش تستقبل حتى دابا لي فوندو تاع ولا اي حاجه كنحطها على وجهنا تيكون الوجه حرج، فقط ندوزو طريف الحامض سي ماجيك، تيرطب الوجه وتتحيدو القشور. نعم. كاين ماسك البشره بالنسبه للبشره اللي ناشفه، تناخذو معلقه ديال العسل. نعم. ومعلقه من زيت الزيتون ومعلقه من الحامض. نعم. تنخلطوهم وتنحطوهم على الوجه جوج مرات في الاسبوع. هذا البشره الجافه. الجافه. نعم. ما تندوزوش عليها الحامض بوحدو. تخلي لهم البشره رطبه. نعم. ولونها فاتح. هذا في بلاصه هذاك القماش ولا البيلينغ، يعني التقشير اللي كنعملو هذا تا هو تقشير فقط الحامض بوحدو. العسل الزيتون وزيت الزيتون والحامض نفس المقدار في كل حاجه نفس المقدار. نعم. ثلاثة وتنعملوه بس تنخليوه ربع ساعة على الوجه. نعم. تغسل الوجه تيولي رطب. السيدات كما قلت اللي تيعملوا كاين بزاف اللي تيعانيو من البشره شويه حرشه وتيبغيو يحطوا كريم الاساس، يعني داك الفوندو تاع على وجههم، وتيبقى حراش وتيبقى فيه بعض
شي بلايص مقشره وما تيجيش مزيان، ما تيجيش الوجه رطب مزيان، فيدوزوا طريف الحامض قبل، مجرد قسم قبل من ما يعملوا داك الشيء ويغسلوا وجههم، فيرجع الوجه رطب، ما تتبقى لهم حتى حاجه شائبه في البشره. يعني باش ما تيبقاش داك الفون دو تان يبان حرش في الوجه. نعم. كاين اللي عندهم غير الانف تيكون حرش بلي بوا نوار وداك العقد السوداء، تتحكوا غير بهذاك الطريف د الحامض توصلوا وتخليه رطب. لان شي كل شيء هذاك راه من الاساس تيبين اي حاجه في الوجه تتبان هو تيبرزها، تيبين التجاعيد، تيبين النقط السوداء، حرشه، تيبين القشره اللي كانت في الوجه، كل شيء تيبان. فبمجرد ما ندوزوا شويه د الحامض نخليه 5 دقائق على وجهنا ونغسلو تيرطب. نعم. يعني وعنديروا الكريم ديالنا اولا، كريمه هيدراتون مرطبه، عاد نعملوا الفون دو تان. نعم. يعني احنا شفنا بان الحامض، وكتشي دابا راه كاين دابا الحامض البلدي جيد جدا، داك اللي القشره ديالو رقيقه موجود متوفر، حتى ملي كيكون غالي راه ممكن الواحد يشري غير جوج حامضات كيتباعوا، راه تبارك الله يستعملهم مرات كثيره للوجه ديالو. غنتلاقاو ان شاء الله ملكه غدا ونواصلوا حديثنا على كنوز المطبخ وكيفيه استعمالها في التجميل خصوصا بالنسبه للبشره. تبقي على خير هذه النهار هذا، وشكرا جزيلا على مشاركتك معنا.